رجعنا لكم بعد الفاصل مع ليالي الحنة وأجمل عرايس. النهاردة هتتفرج على الفقرة دي، ومعانا النهاردة أم بلال لرسم الحنة. أهلا بيكي، اهلا بيك يا حبيبتي، منورانا. الله يخليك طبعا نورك. كل العرايس مستنيين الفقرة دي فارغ الصبر. طبعا احنا طبعا عايزين منك نعرف كل الحاجات عن الحنة، وأهمها كان طبعا زمان الحنة وليالي الحنة. هل اختلفت هي الشو اختلفت. والكلام ده دلوقتي؟ بيطلع حاجات جديدة، يعني مثلا بتبقى العروسة بتتجهز، التجهيزات نفسها بتاعت ليلة العرس وكده مختلفة جدا طبعا عن زمان. يعني زمان نشوف بقى الحاجات الحنة دي نحطها وشموع وحاجات كده. والحمامات، وحتى منظر الحنة في التقديم كان زمان مثلا يحطوها على صينية بتاع، لا دلوقتي بيتعمل بيها تورتات ويتحط حواليها مثلا ورد، تحط في كيس مثلا تقدم زي للناس كده وهي داخله، او زي البونبوني صغيره كده ايه زي ده ايه ده؟ الشوكولا. لا ده اتطورت قوي فعلا. وانتي داخله بيدولك كده، يعني احنا بنعمل الحاجات دي الحنه برضو، اللي هي الحمراء دي، الحنه الحمراء. لكن العروسه بقى احنا شايفين دلوقتي العروسه لازم ترسم، يعني لو ما رسمتش ما تبقاش هي عروسه، الستات هي كلها بتحب واصحابها. الرسم الصراحه. كله بيحب الرسم، في ناس عاشقه الحنه، يعني ما بتصدق الحنه تروح من ايديها تروح ترسم تاني. انت بقالك قد ايه في المجال ده؟ هو كشغل بقالي بتاع 15 سنة، لكن كرسم وكده لا، انا برسم من وانا صغيرة. كان اخوي، ليا اخ بيرسم حلو جدا جدا، ربنا يبارك فيه، هو اللي حببني في هو اللي الرسم علمك؟ من وهو صغير. من وانا صغيرة كنت اشوفه يرسم فكنت اقعد جنبه وافضل ارسم، فطلعت بحب الرسم. فحتى وهي في المدرسة كنت بعمل لهم حاجات لوح وحاجات ديكورات كده. لا بصي، هي الحاجات دي يعني انت واخداها هواية مش شغل بس. وده هواية قوي قوي. انا بحب الرسم، ما شاء الله. بحب الرسم طيب قوي. احنا شايفين كده على ايد الموديل حنة بيضة، في ناس، ايه ايه ده؟ ايه الحنة ما الجديدة دي؟ ده جديد. بصي، هي مش منتشرة قوي في مصر بس طالعة جديدة، فاحنا قلنا نوري لكم حاجة جديدة. حنة بيضة. نوري إيه خامتها ايه دي؟ ولا يعني دي حنة ممكن العروسة تحطها كزينة، ولا تحطها مثلا إيه تفضل معاها، ولا بصي، ايه هي لسه ما انتشرتش قوي حكايتها دي؟ بس هي جميلة، هي في ناس كتيرة تسألني عنها وكده، بس بيجي ساعة الرسم ما بيرضوش يرسموها، اللي هي لا انا هبقى لابسة فستان ابيض فعايزة الحنة تبقى سمراء عشان مش عارفة هعمل مانيكير ايه، فبتبقى باينة اكتر السودة، السودة عليها اقبال اكتر اكتر السودة. حتى من الحمراء. هي دي انواع الحنة، الوان، سودة وحمراء سودة وبيضة. هي السودة الاساسي، في بقى الحمراء بس مش كل الناس، يعني الخلايجة لما يجوا يرسموا عندي وكده برسم لهم بالسودة بالحمراء، بيملوا ايديهم من هنا وهنا وايديهم ورجليهم بس مش في جسمهم. طيب معانا اتصال، معانا اتصال. اهلا وسهلا منى، معانا. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. انا منى اخت ام بلال. اهلا اختك بحضرتك. ما شاء الله اختي منى ختاكي. منى، انتي اختي ايه ده ام بلال؟ بجد؟ ايوه. انا منورانا ببنات حواي منى. ربنا يخليك حبيبتي، انا من يعني من اشد المعجبين بحضرتك. حبيبتي ربنا انت يخليكي، منوره الدنيا، انت وام بلال والله. تسلميلي، ده هي اللي منورانا النهارده. الله يخليك، الله يخليك. يعني انا عايزه اقول لك اشكرك على احسان الاختيار بصراحه. طبعا طبعا حبيبتي. طبعا، شكرا جدا ليكي، شكرا لاتصالك. نرجع تاني انا ما للحنه اعرفش ان انتوا عاملين مكالمات اصلا. مفاجاه. مفاجاه بجد. عملنا لك مفاجاه. بجد والله. ربنا يخليكم لبعض. الله يخليك. طيب نرجع بقى للحنه تاني، البيضه دي السوداء هي الشائعه دلوقتي السودة هي اللي في عليها اقبال الحفلات. جامد، حتى لما في حد مثلا عايز حنه بني حنه حمراء بجيبها معايا واروح للعروسه، او هي بتجيلي لا ساعتها بتقولي لا ما ترسمها ليش، انا عايزه السودة، السودة تبقى باينه اكتر، مزهزهه ايديا وحلوه. طب ورينا كده الزهزهه دي كده، شوفي قصه الزهزهه في دي. الاسود. اوكي ارسم لنا كده واحنا بنتكلم. تمام، قولي لي كده يا ام بلال، انت مثلا بتستخدمي خامات معينه؟ يعني احنا بنشوف مثلا العروسه او بنشوف مثلا البنات تروح وبعد ما ترسم بعدين ترجع تقول ايه انا ايدي ورمت، انا حصل لي حساسيه. دي بصي، انا عجنها بميه زي ما انت شفتيني. تمام. انا شفت بصراحه العجن قبل الهواء بالميه، فدي انضف انواع الحنه اللي انا بستخدمها، لكن في ناس بيبقى عندها حساسيه من ماده الحنه نفسها. ماشي، حتى لك منديل. منديل من كده. تحت. ايوه، عشان بس ايديها تبان. اوكي، عشان تبان من الالوان دي. أوكي. معناها اتصال. تمام، بسم الله.
معانا استاذ محمد، اتفضل. اهلا بيك. اهلا وسهلا، منين حضرتك؟ منين؟ الجيزه. الجيزه؟ انا محمد حسني. معلش هو الصوت مش واضح، حاول اتصل بينا تاني. نرجع بقى للحنه دي، الحنه السوداء يا ام بلال، صح؟ اه دي الحنه السوداء. بسم الله. طيب قولي لي بقى مكوناتها ايه؟ يعني احنا مثلا بيقولوا مثلا بيحطوا فيها مواد كيماويه والكلام ده؟ لا لا لا، هي ميه. ده ايه؟ هي ميه بس مع مكونات الحنه وخلاص، بعجنها بيها وتمام. طيب والبيضه دي برضو مكوناتها ميه وحنه ولا ايه؟ ولا ايه الابيض ده بقى؟ عايزين نعرف احنا الموضوع ده. انا مش هسيبك النهارده لما اعرف ايه الموضوع الابيض ده. بصي، هي المواد كلها طبيعيه ودي احلى حاجه. بسم الله. معلش ممكن بس تقلبي ايديكي لبره شويه؟ ايوه كده باينه؟ اقلبيها كده كده، بس الحركه دي. ايوه كده تمام كده. هتعرف ترسمي يا موبايل؟ كده مش تمام. بصي انا هرسم لها كده شويه. ايوه حلو قوي كده شويه. ترسمي لنا ايه؟ اوكي بصي، انا هرسم لك حاجات اللي هي طالعه موضه. يعني احنا قلنا نرسم حاجه زي دي كده مثلا، الناس بتحبها وكده. انا كنت لسه هسالك، صح؟ بقى في موضه بقى في الحنه، رسومات كتيره موضه. رسومات رسومات كتيره ما شاء الله طالعه، والبنات كمان ما شاء الله عليهم. ايه يعني؟ ما بقوش يرسموا اي حاجه. البنات دول نعمه والله، يعني بيحبوا كل حاجه. يعني حتى البنت الصغيره كده، يعني انت بترسمي كده البنات صغيره؟ عادي. بص انا رسمت الواحده، طالما هي امنه ما فيهاش اي حاجه. رسمت الواحده اقسم بالله ما كملتش ال 40 بتاعها، يعني لسه ال 40 لسه في اللفه. يعني ما ربعنتش، فاهماني؟ دي اكيد مامتها عاشقه مامتها وستها قالت لي لا، انا نادره ان بنتي ان انا ارسم لبنت بنتي في فرح خالتها. طيب معلش خلي الايد لبره سنه كده. لا كده، ايوه كده تمام. ماشي كملي كده مثلا. ارجعوا بس شويه لورا، ارجعوا ورا شويه كده بس. ايوه كده الايد نفسها. تمام تمام. انا بس برسم لك حاجات ايه. طب لما العروسه بقى يا ام بلال بتجيلك وتقول لك مثلا عايزه رسومات معينه، انت عندك طبعا كتالوج وكده ولا ايه؟ معايا التاب بفرجها عليه واللي هي عايزاه، ودي احلى حاجه. ان انا ما ارسملكيش حاجه انت مش راضيه عنها. غصب عني. وفي ناس كمان تطلب مثلا خط، شايفه الرفيع قوي ده؟ كده مثلا. وفي ناس تقول لي لا تخني. وري لهم كده الخط رفيع، ارفعي ايدك سنه كده. لا انزلي سنه. ايوه كده تمام. باينه قوي. مثلا يعني في مثلا بنات تطلب الخطوط الرفيعه، عايزه الخط يبقى رفيع قوي، انا عايزه حنه مش عارفه يبقى شكلها ايه كده. كل واحده ليها طلبات ما شاء الله. البنات دلوقتي فاهمين كل حاجه. انا عايزه دي. اوكي. هي دي اصلا؟ بس هي شكلها حلو. هي بومه بس. بومه؟ لا مش عايزه. بس طالعه موضه، طالعه موضه جدا والله. طيب قولي لي كده يا ام بلال، انت سمعت انت بتعملي شو؟ شو حنه؟ تمام. ايه بتعملي ايه للعروسه؟ بنجيب كده لكل العرايس، بنجيب لها مثلا الصب، السري الهندي، التوب السوداني، كايبوي، هواوي، فلاحه، بدويه، لابسها هي واصحابها على حسب طلبات العروسه. انت عايزه ايه؟ عايزه شو كامل ولا عايزه حنه بس؟ عايزه تجهيزات ما قبل الحنه، الحمامات والحاجات دي، ولا عايزه بس حنه؟ معاكي برضو على حسب كله. فريق حمام مغربي وسوداني، فريق بطلع انا وهم. وفي على حسب بقى العروسه، مثلا عايزين نجهزها بيبقى قبلها بيومين. واحده تروح تظبط لها الدنيا جسمها وكده، وبعد كده انا بروح ارسم لها حنه، بعد كده حمام العطور، بعد كده الشو بقى بتاع العروسه نفسه، اللبس والصب، او مثلا هي عايزه كام سماعه، عايزه الشارع كله يسمع ولا الشارع اللي وراه كده، يعني عارفه الدرجات. احنا كان ليله الحنه دي زمان كنا بنشوف حاجات كده وحاجات في الشارع بيتقفل كله. دلوقتي كمان طالع موضه حنه البنات بس. يبقى حنه البنات بس. ليه بنات كده وتقعد ترقص مع بعض؟ ممنوع دخول الرجال. بعيد عن الرجاله. كل البنات تلبس سواريات وكده ويرقصوا بقى براحتهم بلا وجع دماغ، يعني فاهمه ازاي؟ براحتهم جدا. براحتنا. ورينا كده الرسمه دي، ما شاء الله جميله جدا. دي بومه كيوت يعني. هي طالعه يعني، في رسومات طالعه موضه زي البومه، زي دريم كاتشر برضو ممكن ارسمه لك. اللي هي قابضه الكوابيس في الاحلام. ايه ده، انت كمان بتعملي حاجات كرتون؟
لا بترسمي حاجات كرتونيه؟ لا مش كرتون. ممكن ارسم لك كرتون او تنورانا باليرينا، الحاجات دي ممكن تترسم برضه. لكن في حاجات ليها معاني، يعني الرسومات ليها معاني. زي مثلا قابضة الكوابيس دي اللي هما بتلاقي مثلا معلقينها ورا السراير، مثلا ورا السرير في أوضة النوم، اللي هي يعني الرسومات اتطورت، مبقاش بس ارسم بقى ورد وحاجات كده القديمة دي. تمام، بقى اتطورت. كله متطور. بصي انا بحاول كمان، يعني ايه انت عندك مناسبة ايه؟ اشوف انت عندك ايه. مثلا واحدة جات لي سابت خطيبها، فدي مش كمان بالمناسبات ما ينفعش بنت تزعل. انا ما عنديش حد اسمه بنت تزعل، فلا رسمت لها قفص عصافير والعصافير طايره، كتبت لها فريدم يعني عيشي بحريتك. هو كان كابت عليها. جميل قوي بجد بجد. حتى في رمضان رسمت لهم في نص رمضان. بصي كل حاجه ليها مناسبه لازم يعني انت ماشيه مواكبه العصر. لازم نجدد، مش بس ورد وفراشات وكده. والورد والفراشات ما شاء الله برضو يا مستمرين. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا احنا يعني شايفين الرسمه الجميله. شوفوها كده يا جماعه، ارسم لها كمان رسمه. ممكن تعملي لها ورده كده بسيطه عشان احنا خلاص. طيب خلاص ما فيش رسمه تاني. ماشي خلاص، وقتنا خلص بسرعه. ورينا لكم حاجه من الموضه، ورينا لكم حاجه من التقليدي او للبنات. احنا بنشكرك جدا يا ام بلال، ووعدينا بقى ان انت تيجي تاني في بنات حواء ونعمل رسومات اكتر واكتر. تمام، شكرا جدا ليك. شكرا للموديل الجميله دي. تسلمي لي. شكرا جدا ليك، ووقتنا بيخلص بسرعه معاكم. ما تنسوش ابعتوا لنا رسائل الام المثاليه عشان الحلقه اللي جايه. اشوفكم على خير، مع السلامه.